بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كل عمل فيه معوقات، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا دار امتحان، فإذا كانت الأمور في كل شيء على حسب رغبة الإنسان، فبعد هذه ليست الدنيا. الراحة التامة المطلقة جعلها الله سبحانه وتعالى في الجنة. ولذلك أي شيء من الأشياء وأي عمل من الأعمال لا يخلو من معوقات. ليس المهم أن يكون هناك عمل من غير معوق، وإنما المهم كيفية التعامل مع هذه المعوقات. لا يمكن لأحد أن يتصور شيء بدون مشاكل. إنما المهم كيفية التعامل مع هذه المشاكل. شوفوا، إحنا في القرآن، في الروايات، في تراثنا، عندنا تأكيد على الصبر. الصبر شنو هو؟ الصبر هو بمعنى عدم الانهيار أمام المشكلات. الإنسان قد يصاب بمصيبة، المصيبة من غير اختياره، إذا أبوه مات، أخوه مات مثلا، هجر، صارت له مشكلة اقتصادية. هذه المصائب كثير منها من غير اختيار، احنا لازم يصبر امام هاي المشكلة. او اذا هناك طاعة صعبة، لانه حفت الجنة بالمكاره، اذا طاعة صعبة زين الانسان يصبر على صعوبة هذه الطاعة. او شهوة ملحة لكن من غير الحلال، وحفت النار بالشهوات. لذلك في الروايات الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على المصيبة. شنو معنى الصبر؟ يعني ماكو مشكلة؟ ليش اكو مشكلة؟ ولكن كيفية التعامل مع هذه المشكلة، أن لا تنهار أمامها. إذا أجتك مصيبة مرة، واحد ينهار أمام هذه المصيبة،
فهذا الإنسان لا يعرف كيفية التعامل ولا يتمكن من تجاوز آثارها. لكن واحد عنده رباطة جأش نزلت عليه المصيبة ما ينهار، وإنما يفكر في كيفية تجاوز هذه المصيبة. هذا هو الصبر في المصيبة. أو أمام المعصية ما ينهار، وإنما يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، يبدل المعصية إلى طاعة. وكذلك أمام الطاعة الصعبة لا ينهار بترك تلك الطاعة. أو مثال آخر في الزهد، الإنسان الزاهد يعني شنو؟ يعني لا يكون عنده شيء يكون فقير يعني؟ لا، يمكن واحد يكون غني وهو زاهد، ويمكن يكون واحد فقير وهو ليس بزاهد، لأنه هو الزهد في اللغة بمعنى عدم الرغبة في الشيء. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين لا يرغبون فيه. إذا أنت عندك بضاعة لا ترغب فيها تبيعها بأي ثمن صار، حتى يمكن بلاش هم تبطيها، لكن إذا عندك رغبة فيها ما مستعد أنه تبيعها بثمن بخس. وكانوا فيه من الزاهدين يعني مو راغبين فيه، ما يردوا. يمكن واحد يمتلك الدنيا وهو زاهد، يعني ليس له رغبة في الدنيا، لذلك إذا فقد هذه الدنيا ما يصيبه مشكلة لأنه ما كان له تعلق بها. ويمكن فد واحد من أفقر الفقراء وهو ليس بزاهد، لأن عنده تعلق بشيء بسيط. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو ما كان فقير. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان من أثرى الأثرياء، لكن كان زاهد. يعني شنو؟ يعني ما عنده رغبة في هذه الأموال، تجي هذه الأموال ينفقها في سبيل الله سبحانه وتعالى. لأن هاي الفترة 25 سنة الإمام عليه الصلاة والسلام كثير منها صرفها في الزراعة، فصارت بساتين وصارت مزارع كبيرة وعيون في منطقة ينبع اللي الآن تبعد عن المدينة 100 كيلومتر على البحر الأحمر. الإمام عليه الصلاة والسلام هناك كانت صحراء جرداء، شق فيها عيون وزرع فيها نخيل. بعدين معاوية أراد أن يشتري هذا البستان الكبير ب100,000 دينار. 100,000 دينار إذا تريد تحسبه بالذهب يصير حوالي 350 كيلو من الذهب، شكد مليارات يصير بعد. والإمام الحسن عليه الصلاة والسلام ما باع، فعنده، لكن كان يصرفه في سبيل الله سبحانه وتعالى. زين، فواحد عنده رغبة في الدنيا هذا معوق من المعوقات. واحد ما عنده فلوس قد يكون معوق من المعوقات. المهم أنه أنت شلون تتعامل. عندك فلوس تتعامل بزهد، ما عندك فلوس تتعامل بزهد. هذه المعوقات كثيرة، ولا يخلو أي عمل من الأعمال من المعوقات. المهم أنه إحنا شلون نتعامل معها. زين، هذا إحنا ذكرناه بعنوان مقدمة. أريد أذكر 3 نقاط نحن يكثر ابتلاؤنا بهذه النقاط 3. فحسن التعامل مع هذه النقاط 3 ينتج نتيجة باهرة، وسوء التعامل يضر ضرر كبير وضرر بالغ. أول معوق من المعوقات الأمور التافهة في حياة الإنسان. كثير من المسائل تجري، أكو بعض الناس يصرفون وقتهم وأعصابهم وجهدهم في الأمور التافهة. الصرف الوقت والجهد في الأمور التافهة تسبب أن الإنسان ينحرف عن مسيره الأصلي. أنت إذا تدخل الآن في النزاعات الاجتماعية الأسرية العشائرية،
في كل صنف كذا أكو نزاعات. كثير من الأحيان نشوف هذه النزاعات سببها شيء تافه، لكن هذا الشيء التافه كبروه صار فشي بمرور الزمان. كلما الزمان يمر، كما أنه بعض الأحيان الزمان يحل المشاكل مرور الزمان، بعض الأحيان مرور الزمان يزيد المشاكل ويكبرها. ينبغي علينا أن لا ننشغل بالأمور التافهة حتى لو حق عندك. يعني مرة واحد تقول له ليش سوي هالشكل، يقول حق وياي، يعني يخالف حتى لو الحق وياك. أنت واجب أنه تطالب بحقك في كل شيء؟ مو واجب. إذا كان حقك في أمر تافه تريد تصرف كل وقتك وأعصابك كذا، يعني أفرض مثلا إذا واحد أجا مديون إليك بمئة دينار زين وما يعطيك هذا الدين، هسه أنت تروح بالمحكمة تشتكي عليه، حقك لو مو حقك مئة دينار فحقك، حتى لو فلس هم حقك. لكن الإنسان العاقل يجي على المود مئة دينار يروح يرفع دعوة في القضاء ويقول حقي زين حقك، لكن عقل عندك مو كل حق يطالب به. إذا حق مهم طالب به، بس إذا شيء تافه غض النظر عنه. تشوف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله طالب بفدك، فاطمة الزهراء طالبت بفدك، مو فدك لأنه بستان وبزراعة وبيدر أموال وكذا طالبوا به، لا، وإنما كان الغرض أسمى، الغرض سلب الشرعية عن السلطة الحاكمة، هذا هو الغرض كان، وبالفعل تحقق الغرض. الآن طول التاريخ أولياء الخلفاء يتمنون لو كان أبو بكر يغض النظر عن فدك زين، لحد الآن يعني يصرحون، لأنه هاي صايرة فد مشكلة وغير قابلة للحل بالنسبة لهم. سلب الشرعية، أمير المؤمنين فاطمة الزهراء سلام الله عليهما كانا يريدان سلب الشرعية من هذه الجماعة، هذا الطريق كان. ولذلك يوم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بويع بالخلافة الظاهرية بعد مقتل عثمان طالب بفدك؟ لا، أمير المؤمنين ما طالب بفدك، حقه حقه بس ما يريد يأخذ حقه. بس إذا أنت عندك فلوس فد واحد غصب فلوسك، واجب الطالب هاي الأموال؟ لا، ما تريد الطالب بها. وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس غدا مضانها في جدث، بلا كانت في أيدينا فدك زين. فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين. لما الأمير المؤمنين هو صار الخليفة بالظاهر، هو أخو الخليفة بالواقع أخو موجود، صار بالظاهر غض النظر عن حقه، مو أنه أسقط حقه، لا، ما طالب بحقه. طبعا بين قوسين فدك في التاريخ فد مشكلة كبيرة لهم صايرة. أبو بكر أخذ فدك، عمر استرجع فدك، عثمان مرة ثانية أخذها زين، وطاه المروان. أمير المؤمنين هم ما لما عندما وصل الخلافة الظاهرية ما طالب بها. عمر بن عبد العزيز استرجعها، وراء عمر بن عبد العزيز مرة ثانية أحد الخلفاء يمكن هشام بن عبد الملك لو سليمان بن عبد الملك السماء الذكر غصبها، السفاح رجعها، المنصور غصبها، المأمون رجعها، المعتصم غصبها، وإلى يومنا هذا آخر غصب كان عبد العزيز آل سعود، آخر شيء أنه انتهز يعني ابتزها من أيد السادة اللي كانت في يدهم. هسه المقصود شنو هو؟ المقصود أنه يوم اللي كان الغرض سلب الشرعية، هذا أمر مهم جدا. أنت عن سلطة قائمة تريد تسلب شرعيتها، يمكن حتى بفلس واحد تجي الطالب، مو لأنه هذا له قيمة، لأجل ذاك الهدف الأسمى. ولما وصلت إلى غرضك أمير المؤمنين وصل إلى غرضه، على كل حال سخت نفسه عنها.
الإنسان لازم لا يشغل نفسه بالأمور التافهة، الصراعات الاجتماعية التافهة، القضايا العائلية التافهة، الأمور التافهة. وقت الإنسان أثمن من ذلك، لازم يروح للأهم. هسه طريق الأهم قد تكون الأشياء البسيطة طريقا للأهم، ما يخالف، لأن الغرض هو الأهم، مو هذا الشيء البسيط، مو هذا الشيء التافه. لكن المشكلة أن كثيرا من الناس توافه الأمور تستهويهم، وأول كلام أنه الحق وياي، وحتى لو الحق وياك. هذا الشيء الأول. لذلك خاصة طلبة العلوم الدينية المفروض عليهم أنه يترفعون عن هذه الأمور، خاصة في النزاعات الاجتماعية اللي تصير. شوف الآية الشريفة، عندما بين زوج وزوجة يصير خلاف، وهذا شيء طبيعي، يصير خلاف، قد يكون الحق معهما وقد لا يكون الحق ولا أي واحد منهم، وقد يكون الحق مع أحدهما، شيء طبيعي. الآية تقول لما نختلفوا، ما تقول أنه روح شوف منه المحق من المبطل، وأنت أحكم بصالح المحق. الآية تقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا الحكم اللي يجي من طرف أسرة الزوجة، والحكم اللي يجي من طرف أسرة الزوج، زين، هذا ما يجي يدور أنه الحق ويا منه ومن الباطل، يجي يدور في كيفية حل المشكلة. أنت شوية نازل منها، أنت شوية نازلي، زين، غضوا الطرف كذا كذا، فكروا بالأولاد، فكروا بكذا، بهذه الطريقة. هاي الطريقة اللي بعض الأحيان متعارفة في الفصل، لما تصير بعض الأحيان بهذه الكيفية تكون. الغرض هو الإصلاح، وإلا إذا في كل مسألة الإنسان يقول زين الخلافات، ها يقول أنا المحق خلص، وما يصير هذا الشيء. وين المدارات؟ وين التنازل عن الحق؟ حق نفسك الشخصي، ها، مو عن حق الأمة، واحد ما يقدر يتنازل عنها، ليصير خلط بين هاي الأمور. وين كبر النفس؟ وين ترفع عن محقرات الأمور؟ وين الأخلاقيات الرفيعة؟ الرسول صلى الله عليه وآله عندما هاجر من المدينة، من مكة إلى المدينة، فالمشركون ماذا فعلوا؟ صادروا بيوت المسلمين المهاجرين، وصادروا كل أموالهم، زين. فمن جملة عقيل ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله، وكان كافر، في يوم فتح مكة أسلم، هذا صادر بيت الرسول صلى الله عليه وآله. فعندما الرسول فتح مكة، زين، بقى أيام في مكة، أمر ينصبون خيمة خارج مكة، هناك كان يبات خارج مكة. قال له أخو أنت عندك بيت في مكة المكرمة، البيت موجود. قال وهل أبقى عقيل لنا دارا؟ بقى لنا شيء. وحسب بعض رواياتنا الرسول صلى الله عليه وآله وهب تلك الدار إلى عقيل بعد ذلك، وهبها إليه. زين، شنو أهمية الدار؟ الرسول هدفه هداية الناس وتطهير الكعبة من الشرك ومن الأصنام ومن الأوثان، وتهذيب النفوس، وتبليغ ما أنزله الله سبحانه وتعالى عليه. حس شنو المهمة سفد بيتهم غصبوا منه، شنو قيمة هذا البيت مقابل الهدف الأسمى اللي الرسول صلى الله عليه وآله كان عنده. فبناء على ذلك، خاصة طلبة العلوم الدينية، هم هم يترفعون عن الصغائر ولا يتنازعون عليها، وهم في النزاعات الاجتماعية يحاولون أن يقوموا بدور المصلح مو بدور الطرف، زين، وحتى مو بدور الحكم، الحكم اللي يقول الحق ويا هذا وذاك باطل. المهم أنه أنت تحل المشكلة، ترضيهم بالمصالحة. احنا بالشرع عندنا فشي اسمه مصالحة، ما
مصالحة معناه شنو؟ معناه أنه زين أنا شوية تنازل من حقي، أنت شوية تنازل من حقك، زين، أو أحد الطرفين يتنازل يحلون المشكلة من أساسها. حتى بعض الأحيان بالفقه عندنا مسألة تسمى الصلح القهري، يعني أكو خلاف الطرفين معاندين، لا هذا يتنازل لا ذاك يتنازل، زين، في بعض الموارد أكو الصلح القهري، يعني بالقوة غصبا معليه لازم تصالحهم، يعني الحاكم الشرعي يصدر حكم وهذا الحكم صلح وينهي المشكلة من أساسها، لأن الشرع وضع لرفع الخصومات والمنازعات لا لإبقائها وتكثيرها. النقطة الثانية من المعوقات العواطف والأحاسيس. الله سبحانه وتعالى ما من شيء جعله في الإنسان إلا لمصلحة، ماكو شيء في جسم الإنسان أو في نفس الإنسان أو في روح الإنسان الله خلقه بدون مصلحة. لكن المشكلة وين تكون؟ المشكلة في الإفراط والتفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، إذا شوية منا راح أو شوية منك إفراط تفريط يصير مشكلة. جسم الإنسان يحتاج إلى طعام، زين، إذا الإنسان أكثر من الحاجة أكل الطعام شنو يصير؟ هذا راح يولد له مشاكل. الحمية رأس كل دواء، وإذا أقل من احتياج جسمه تناول الطعام شنو راح يصير؟ راح تنهك قواه. وهكذا في بقية الأمور، حتى شهوات الإنسان الله سبحانه وتعالى هذه الشهوات أعطاها للإنسان نعمة. نعم، إذا الإنسان صرف هاي الشهوة بالطريق غير صحيح فهذا يكون إفراط أو تفريط وخروج عن جادة الشرع. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام. من المزين؟ زين للناس. بعض المفسرين يقولون الله هو اللي مزين، وإلا إذا الإنسان ما كان عنده رغبة إلى النساء نسل بني البشر كان ينقطع. إذا الإنسان ما كان عنده رغبة إلى المال البلدان كانت تخرب، ماكو عمار. لكن الله سبحانه وتعالى أطل الإنسان شهوة لكن بيّن له الطريقة الصحيحة في صرفها، مثل هذه الأنهار اللي تجري، هذا الماء نعمة لكن إذا أكثر من الحد جرى يصير سيل، وإذا أقل من الحد جرى مثل الآن في دجلة والفرات شنو يصير؟ يصير جفاف. فكل هذه الشهوات هي نعمة لكن بشرط أن الإنسان يصرفها في الدائرة الصحيحة. وكذلك الحالات النفسية، الإنسان عنده خوف، نعمة لو نقمة هاي؟ هاي نعمة، لأنه إذا الإنسان ما يخاف من الحيوان المفترس، ما يخاف من العدو، ما يخاف من كذا، ما يخاف من المرض، خو يصير تهور عنده وراح يصاب بالضرر، هذا الخوف نعمة. نعم، إذا هذا الخوف أكثر من اللازم كان أو في غير مورده يكون جبن، ولا أصل الخوف هو نعمة. وكذلك جميع الصفات النفسية، الوسط منها حد الاعتدال هو نعمة، إفراط وتفريط يصير نقمة، زين. فالإنسان عنده عواطف، هذه العواطف نعمة، بل من أكبر النعم، عنده أحاسيس، هذه الأحاسيس نعمة، لكن لازم الحاكم على هذه العواطف وهذه الأحاسيس يكون الشرع والعقل. الإنسان عنده حس الغضب وهذا زين، لأنه إذا الإنسان ما عنده غضب فهذا الإنسان لا يدافع عن حقه ولا يدافع عن كرامته، زين. وفي الحديث الشريف من أغضب ولم يغضب فهو حمار، زين، هذا إنسان ناقص. هذا إذا واحد ما عنده إيد ناقص لو مو ناقص؟ ناقص. هسه إذا واحد في جسمه معوق هذا بلاء، زين، لازم يصبر ومو عيب. بالنتيجة واحد صار تفجير صار أو صار قضية أو كذا، لكن إذا في
النقص في نفسه وفي روحه هذا عيب لازم يصلحه ويمكن إصلاحه. زين، فإذا كان الحاكم على العاطفة هو العقل والشرع، فهذه العاطفة أحسن محرك للإنسان، لأن عقل الإنسان ما يحرك الإنسان لوحده. عقل الإنسان مثل سيارة، هذه السيارة بدون محرك لا تشتغل. العاطفة هي محرك العقل. لكن إذا هذه الأحاسيس والعواطف خرجت عن دائرة ضرر تكون، وخاصة طلبة العلم لازم مراعاتهم لهذه المسألة تكون كبيرة جدا. في يوم أحد المشركون مثلوا بالمسلمين تمثيل، مو فقط حمزة سلام الله عليه، يعني يمكن جميع قتل المسلمين. هسه بالتاريخ موجود كثير من قتل المسلمين، قطعوا أصابعهم، أصابع الإيد وأصابع الرجل والأنف والآذان والشفاح. على كل حال في كتب السيرة أيضا مذكور أكثر من ذلك. بعدين هذه الأعضاء المقطعة نسائهم جعلتها قلائد، يعني هاي هند أم معاوية قلادة عندها من شنو، من أصابع حمزة سلام الله عليه مثلا، الصغير أنه حاولت أن تأكل كبده. زين، قضية جدا قضية مفجعة. فعندما المسلمون رأوا هذه القضية حلفوا كل مقابل كل قتيل 70 واحد. طبعا في تفاسير العامة هذا الكلام منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وآله، أن الرسول قال هذا الكلام، هذا مو صحيح، أنه مو الرسول قال، المسلمون أو بعض المسلمين قالوا هذا الكلام. نزلت آية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل. زين، لازم الإنسان دائما، وتصير مشاكل وتصير قضايا وتصير ما أدري كذا، والإنسان أحاسيسه تستولي عليه وعاطفته تتحرك وكذا، لازم في كل هذه الحالات يحاول أنه يحكم الدين والعقل حتى هاي العاطفة لا تفلت. مثل كابح، أكو بريك نسميه الكابح مال السيارات، هذا المحرك يمكن بعض السيارات إلى 200 كيلو بالساعة، إذا ماكو كابح شنو يصير؟ يصير حادث. بس هذا الكابح شنو؟ يكبح. فالإنسان لازم لا ينجر وراء هذه الأحاسيس والعواطف. حتى في الحديث موجود إذا غضبت غير طريقة جلوسك، إذا أنت جالس قم أوقف، إذا واقف أقعد. زين، اتوضأ، اغتسل، ماي بارد كذا. ليش؟ لأنه الغضب لما استولى عليك العقل يقول في أمان الله، والإنسان على كل حال قد يتخذ قرار، هذا القرار يبتلي بي بعدين، يمكن ينطق بكلمة بعد. خلص في الحديث أنه أنت الكلام أنت تملكه، بس إذا خرج من شفتك هو راح يملكك. أنت يمكن يدور بخلدك شيء، تشوف واحد يدور بخلدك أنه هذا إنسان مو زين، لكن أنت تملك هذا الكلام. هسه إذا قلت له أنت مو زين بعد 50 سنة تبتلي وياه، صح لو لا؟ فالكلام يملكك. في هذه الحالة اللي الأحاسيس تستولي على الإنسان، الإنسان لازم في هذه الحالة يحاول أنه يسترجع عقله، يفكر بعقله لا بعاطفته وإحساسه، حتى لا يبتلي وبعدين هم يتندم وبعد ما كتشارة. أكو في الحديث الغضب شعبة من الجنون. طبعا الغضب في غير مورده المقصود، وإلا أصل الغضب فهو زين، شعبة من الجنون، لأن صاحبه يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم،
بعد هذا مطفي بعد كاملا. هذا الأمر الثاني. الأمر الآخر، نقطة ثالثة من المعوقات، أن الناس اللي يعيشون في بيئة واحدة، في مجتمع واحد، في مكان واحد، هؤلاء أذواقهم في كثير من الأحيان مختلفة، طريقة تفكيرهم تختلف. اختلاف الأذواق واختلاف طريقة التفكير تسبب مشاكل. احنا بعض الأحيان نشوف احنا لأنه هنا يراجعون هواية، اكو خلافات أسرية. عندما انت تروح الى عمق المشكلة تشوف هذا الطرف متدين يراعي الشرع، ذاك الطرف هم متدين يراعي الشرع. شنو هي المشكلة؟ اختلاف الأذواق. اختلاف الأذواق يسبب مشكلة. اختلاف طريقة التفكير تسبب مشكلة في كثير من الأحيان. هذه المشكلة لازم الإنسان يسيطر عليها، لا يخليها تصير مشكلة. يعلم أن اختلاف الناس في طريقة تفكيرهم، في أذواقهم، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. يعني هذا اختلاف الألسن والألوان، الله قرن بخلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض هذه آية من آيات الله، اختلاف الناس هم آية من آيات الله. الاختلاف مو التنازع، الاختلاف معناه أنه كل واحد بطريقة يفكر وبطريقة يعمل وكذا. بعدين المثال اللي الله سبحانه وتعالى ذاكره، اختلاف الألسن والألوان، هذا مثال، وإلا الناس في كل شيء يختلفون. لماذا الله سبحانه وتعالى ذكر هذا المثال؟ لأن الشيء واضح، هذا أسود، هذا أبيض، هذا أصفر، هذا أحمر، هذا يتكلم باللغة العربية، وهذا بالهندية، وهذا بالتركية، وهذا بالفارسية، هذا الشيء ظاهر. يعني أنت بأول نظر إلى شخص تميز، وأول سماع كلمة تميز، وإلا هو الاختلاف في كل شيء. المهم أن هذا الاختلاف لا يتحول إلى نزاع، لا يتحول إلى تناحر، لا يتحول إلى تسقيط، وهذا بيد الإنسان، لأن هذا الاختلاف هو نعمة من نعم الله وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. إذا الناس كلهم كانوا بنمط واحد، الحياة كانت تتوقف. واحد عنده قابلية يصير نجار، واحد عنده قابلية يصير حداد، واحد عنده قابلية يصير طبيب، وواحد عنده قابلية يصير مهندس، وواحد هم قابلية أقل يروح يصير مثلا كناس في البلدية. وإذا هذه الحرف ما موجودة والحياة تتوقف، إذا كان المفروض كل الناس يكونون أعلم العلماء، ومنو كان يروح يصير الحداد، ومن يصير البقال، ومن يصير على كل حال نزاح الطهاير، ومن يصير كذا، ومن يصير كذا. النتيجة هذه الله سبحانه وتعالى جعل القابليات مختلفة حتى الحياة تسير. والاختلاف كذلك، إذا اختلاف ما موجود الحياة ما تسير، لكن لازم لا يتحول إلى نقطة سلبية. فالمحصل أنه المعوقات موجودة، أنت تتوقع أنه في يوم حياة بدون مشاكل هاي في الجنة، وإلا في النظام الأكمل ما توجد مشاكل. ليش؟ بس أشوف أنت رسول صلى الله عليه وآله حاكم في المدينة 10 سنوات ماكو مشاكل؟ ليش أكو مشاكل؟ بس النظام نظام صحيح يحل المشاكل بالتي هي أحسن. حتى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا ظهر، هذا مو معناه أنه المشاكل تنتهي، لا، النظام نظام صحيح، لأن الإمام يحكم بسيرة الرسول وسيرة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وذاك الوقت مو أنه ماكو مشاكل، بس المشاكل بالطريق الصحيح تنحل، بالعدل تنحل.
مو معنى أنه الناس يصيرون ملائكة، لا، النظام سليم، عندما النظام يكون سليم عامة الناس هم يكونون خوش ناس، لكن مشاكل توجد لولا، نعم توجد بس بالطريقة الصحيحة تنحل. ولذلك أكو في الأحاديث أن الإمام المهدي يحكم، يعني يقضي. وإذا ماكو مشكلة شلون يقضي؟ لابد أكو مشكلة حتى يقضي، لابد أكو خلاف حتى يقضي، زين، لكن يحكم بحكم داود عليه الصلاة والسلام، لا يسأل بينة، بعلمه يحكم. هذا بتفصيل في مكانه. نفرين اختلفوا، هذا يقول هذه الأرض لي، ذاك الأرض يكون يقول هذا الأرض لي، ويمكن اثنيناتهم ما يكذبون، مخطئ واحد منهم، لأنه المشاكل اللي تصير القضائية مو كلها واحد كاذب واحد صادق، بعض الأحيان أحدهما يكون مخطئ خطأ، زين، وإجى للقضاء، وهي مو مشكلة، هو مشكلة، لكن المشكلة بالطريقة الصحيحة تنحل، إيصال الحق إلى ذي الحق وبعدين تنتهي. هسه المقصود شنو هو؟ المقصود أنه التعامل الصحيح مع المشاكل والترفع عن الصغائر. إذا الإنسان كان عند هذه الحالة، الله سبحانه وتعالى يوفقه، والناس هم راحوا يعتمدون عليه، وتأثيره في الناس يكون أكثر، وأداء لمهمته تكون أحسن. هذا اللي كلمت نافذة بين الناس. ليش كلمت نافذة بين الناس؟ لو عنده شرطة الناس يخافون من الشرطة، زين، لو عنده فلوس الناس يطمعون في أمواله، لو عنده معنوية يشوفون الناس هذا إنسان سليم، إنسان صحيح، زين. أكو بعض الناس وجهاء في المجتمع، ليش صاير وجيه؟ بس بعض الأحيان أكو إلى أسباب، لكن كثير من الأحيان الناس يعرفوا أنه هذا خوش إنسان، قد لا يملك مال ولا يملك سلطة ولا يملك عشيرة ولا يملك مادري قوة ولا يملك كذا، بس كلمته نافذة. ليش؟ لأن الناس يثقون به، عرفوا عاشرة، شافوا هذا إنسان سليم، إنسان صحيح، فهذا رأس المال لكل واحد منا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها